السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عباس من جديد في قناة بوابة الألعاب في فيديو جديد للعبة نيو 2. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم متابعة ممتعة. الحلقة اللي قبل خلصنا التويلايت، هذه تويلايت ميشن، والله هذه تويلايت مشان ما ادري، قالوا انها تويلايت مشان. سب مشان زين، اليوم نخلص مهمة ثانية. هذه ثلاث سيوف وهذه ثلاث سيوف، يعني ثنتينهم درجة صعوبة أكثر من غيرها. بس قبل ما نبتدي نشيك الأسلحة. الفأس ماي صارت قوته 303، واجد قوي. نشوف إذا نحصل شيء أقوى منه. طبعا ما في، هذا السلاح بعد جدا قوي بس تلغيمته 3 مرات. سيفين قوتهم 272. الدروع حاليا هذا اقوى واحد. المنتكين هذا زين، في بعضهم زينين بس طبعا ما باخذهم، ما بخليهم عندي، راح اتخلص من قد ما اقدر. هاي الوزن ماله 1.1، هذا 1.3 أقوى من ذاك بعد زين. الوزن للحين ما وصلنا 70، فنكون في السليم. هاي الوزن ماله 4، قوته هاي 60 68، هذا قوته وزنه 4 واجد ممتاز، وهذا 69 اقوى شوي. هذا يحمي عن البارالايز،
ارتفاع 8، هذا يحمي عن البرق. حاليا بخلي الثاني بسوي عليه لك، لان ما ندري اذا كان في برق المنطقة الجاية او لا. نفتح دلين عشان نتخلص منهم، هذين بخليهم. رجول الوزن مالها 2.7، ما في اقوى منها. زين اوكي، بالنسبة لهذه هاي الدفاع 11، قوة واحد فيها ارن امريتا فيشنو، لو تحصل تشحينات اكثر. عندنا السبيل فاس، ناخذ هاي الحركة انه اذا انت صاد حط ضربك شو اسمه تقدر تضربه في نفس الوقت. هذه لوح بالفأس. عموما تعال اليوكاي، بعد في عندي نقطة. هاي كلهم نسويهم، انا ما اعرف الاولوية حق شنو. لحظة اتأكد اذا حصلنا من دلين الايتمات نقدر نتطور بهم. هذا الساموراي لك، نقدر نضيف له حركة زيادة على الساموراي. سكيل دامج زيادة، ما اقدر اخذها. هذه الزيادة على اللايف مالي لها 50، زينة لها 30. اوكي شيك بن زيد. Welcome. وانت Come by again. I'll come again. ما شيك الأسلحة، نسيت السلاح. بلا شيك الأسلحة. لحد الحين مو مستعد حق لنا نسوي الأسلحة سبيشال أو شيء، إلا موجود في الطريق ناخذه. بس في أسلحة راح أخليهم، ما راح أستغنى عنهم.
هذا مثلا راح اخليه هذا هذا انا اوريدي استخدمه الباقي بس استغني عنهم بلاك ستيل استغني عنه هنسوي اوفرينج confirm انزين دروع الخوذة هذه ما بس استغني عنها شنو بها حق النينجاتسو هذه وهذه نستغني عنهم عادي confirm مال الشنوبي نسوي عليها ضمان والباقي كلهم ضح فيهم هاي بداية المرحلة تأكد دائما ورا ما في شيء كودامات كلهم حصلناهم وما في اي كودامة ما عدا المنطقة اخر واحدة
فيها كودام واحدة ما حصلتها، نرجع عليها بعدين. مات. دق قال لك هجم، ايش تهجم؟ طب من فوق مات. مسكين الطايف قدامه ولا شافني. ما في الا الكوخ والهاوية. طريق مني فوق. شنو اللي صاير؟ صار عندهم حرب. شفنا من بعيد وطلق علينا قنابل.
يغش. ضربة واجد قوية بعد ألف. إن شاء الله ما أرد ألاقي هالحياية.
هذاك قاعد يتنطط ورا طريق قدام. لحظة نقاط أو شيء. سيكريد واتر اثنين ثلاثة تشيليها مشكلة. لا بقى بس واحد. نروح نسترجع النقاط. وما في احد نواجهه غير ده. اوكي تخلصنا منه وصار كل شيء امام. طريق فاضي. هذي لازم نقتلها بسرعة. وهذا بعد. هذا مو صعب. لا يجيبون بعض غيرهم.
الحية. الحين الوحش الحقيقي يعني. اوه هذين كلهم، قلت بعد ما منخلص. اخر واحد كان ضعيف، قلت يا اكيد في شيء اقوى منه. حصلنا فأسين، شكلي بستبدلهم باللي عندي. اوكي، يوكاي سول كور. هاي ليفلها 29، هاي ليفلها 24. اوه صير زيد الليفل. وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر السبسكرايب. وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، مع السلامة.